بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال والشباب، تنظم الجمعية الثقافية والفنية الأمل هذا الحفل الساهر على شرفكم باسمكم وباسم كل سكان بوقادير. نحيي الفرقة المسرحية المسمات بن عودة من مدينة غليزان، فمرحبا أهلا وسهلا بكم. أيها الحضور الكرام، لا أطيل عليكم، بادئ ذي بدء، نبدأ بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علي على مسامعكم الشيخ، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ادخلوها Ah!
أداء ونستمع إلى النشيد الوطني باسمكم جميعا. نرحب بالسلطات المحلية وعلى رأسها السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي والنواب وكذا الأسرة الثورية التي أبت إلى أن تحضر معنا هذا الحفل. إخواني الحضور تفضلوا لأن هناك أماكن شاغرة. مرحبا بكم معنا، والآن من فضلكم نستمع إلى النشيد الوطني قسما من تأدية الفرقة الشابة التابعة لفرقة الأمل للجمعية الثقافية والفنية الأمل. المجد والخلود لشهداء الثورة الأبرار. أيها الحضور الكرام، نتقدم Thank you.
حبيت نعمل جاب خلي جوني لما قطوا ما من أمي دهك وهك ربا السلام عليكم. يا خالتي نينا هنا المعادي وحد الخط مش يخط يو تجر خط الميسيج يو بيطل بصح والله يا يوم إذا كملت معك خليك خلي المدى الطهر دهك هاك في السوق أهربني يا والله ماني فاقد شوف يا بعدين قلت لك لا ما تقولش رحنا ما تخبريش خليك تشوف اللي في القلب اهو جا في بيت جا جا لعب الذهب السوق الدار بعد واحد يروح السوق يشري يستمتع هذو خضروات هذو كوكهوات هذو يعني هو توقف لي في السوق داير لي جماعه وشادني مدراعي قارع اصبر تاكل روحو قارع اصبر تاكل روحو يعني انت تقعد في السوق مع اصحابك اشي محمد يقعد الله يسهل مش انا عندي واحد يخذيهم واش مش والله ما كذبني والله لدي شميو والله هرب لحكي ما تهرب الطوبه من سيدو وادي جينا لك بسم الله السلام عليكم محمد بسم الله بسم الله بسم الله اخويا كنت قاعد عندي جوج دقايق درت هاك هاك هرب بسم الله الرحمن الرحيم خرجت خرجت من الواقع مشيت للبومبا ما تحشمش البادية انا هذوك اللي كنت نهضر معاهم شكون؟ هذوك الثلاثة اللي كنت نهضر معاهم في السوق شكون؟ كيف تعرفوا؟ يا ولدي كنت تهضر معاهم انا كنت تهضر معاهم وبينا معاك موش توسط شوش توسط قال لك ولدي كيت قال لك كيت تحصدوا ويجي الخير اعطوا حق ربي. يا ولدي. يا ولدي. هذا الجماعه كانوا يهضروا معك انت انا خاطيني. اي كانوا هذوك الجماعه راهم في 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 الليست عندك. كيفاش؟ القاوا لي قال الحاج عود ان الحق ربي هما ما تنساش اخوك. ما 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 عنديش انا ما عنديش انا. كيف ما عندكش؟ ما عنديش يا ولدي. الخير كاع اللي عندك بحال اللي كاينهم كاع ما عندكش. وين الحاله يا قعد عاد ما دريها. لا دوك اللي داخل فيهم بالسبعه هذوك خاطيين انا ما داخل معاهم بالسبعه ولا بالثلاثه خرج عليهم حق ربي. انا ما عنديش حق ربي سبحان الله كون عندي ولا بو خرجت سبحان الله العظيم هو قاعد عام حق ربي حق ربي وزيد بزياده انا شبخي شنو قال؟ قال لك شويه ربي شويه لوي ايوا سنا لوي ايه رانا في وسط الدوار رانا نتعايلوا على مو بين الله يخدموا اننا نخلوا صفحه لهم سياده يا ودي انا ما دير بيا نعطيهم حق ربي وزعما هنيش يا ما عندكش خمس بحال عندهم ما عندهمش انا ما عنديش انا ما عنديش انا ما عنديش انا ما عنديش طيب بين واحد ولا ما عنديش كيف ما عندكش شوف والله وخبرك الفاتوره تاع الضوء شحال جاتني ولا تدخل شحال جاتني الفاتوره تاع الضوء يا ودي والله انا فايتني فهمني لا فيتامين راهم يخونوا اه فيتامين يا وي جاني انا لا والله لهم يدهم والمنى ايه فيتي جاني غالي شحال جاني جاتني فيتي فيتي كيجي ها فيتي كيجي غدا والله لا غدا وين والله ما عنديش لا 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 والله سبحان الله انا كون جا عندي خرج حق ربي وشنو بزياده علي ما شخصي نعناع خرج لي حق ربي يا ولد حرك تخرج حرك تخرج شوف اروح نخبر انا بطلي نطوي معك في حضره الاول انا العشر ان شاء الله هذو ثلاثه اللي هم عندك في لاليست اللي وصى عليهم ابي الله يرحمه تعطيهم حق ربي وزيد الزوجه راه العيد قرب ما غدا ان شاء الله راه العيد ورانا نسقموه ونديروا له الضوار ونديروا له القرا شنو هذا؟ جامع الله يسهل يا الله يسهل يا ربي يا ولا لا 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 الله يسهل انا الجامع ما صليش فيها خاطر انا انتم ما كنتوا تصلوا في الجامع انا صلي في الدار ولا صلي هل تصلي في الدار ولا صلي وفي الدار الاذان هذا برك سبعه اذان برك سبعه اه من هذاك الميكروفون صح معليش نعاونكم بجوج تاع لي بيل معليش
من عمل هذا كي يدير معايا؟ ما عندك حساب. شوف العرض. بقى ما طلع لي القاش للراس. ثاني ثاني ثاني. شوف. ثاني ديك الطاسة. راني ساكت لك وماهيش باغي نهضر لك. أنا عارفك أنا بحال. أنا عاصر إن شاء الله. إن شاء الله. أوصي بطعم هذا هو جديد. إن شاء الله. والجامعة إن شاء الله رانا بنبدلوه ونسكبوه. أطلع ما بنبدلوه جديد. بربي. سيد. سيد. باش خش هذا. سيد عم جدا نحضروه. مول العصر. مول العصر إن شاء الله. إن شاء الله. ابن عمي والله. مول العصر إن شاء الله. أو كوب عندك قهوة. نشرب مرة. نشرب مرة. سيد مبروح نروح الحمام. العصر ان شاء الله اذا كتب ربي وانت بيت صلي نافله حافله خلي في جدك كل العصر ان شاء الله اذا كتب ربي حوتي كان عم مقابلني قلت الله معايا انا ندير بصغري وانا قاعد نتعب وخرج في قلبي بعدين يضرب كان يجيني حق ربي حق ربي كاع العام هما قاعدين كانوا في تقريبا الحيط يموت الشيش يرجع الود يولي الاخر يموت خلوا على بعض قبل ما يجي بالك القاعه وغير حق ربي لبين وليا تعب معايا انا تعب معايا انا سي محمد من صغري اللي كنت تقفل بحال الله اللي رقد الله اللي عيط يجي لو كان يقول لي انا برا انا من صغري تعبت يا محمد او والله تعب كبير تعبنا امين عمي يا لا عمك لا خطتك يا بعد انت تاني امين عمي يا حلا شكون اهل يوم يدخل في الباب ويتبلع كاع اهل يوم يدخل ادخل لو بدي ادخل بسم الله الرحمن الرحيم هاريك يا ولدي بعرف بسم الله حوجي انا راح تبريمير ميتو جد دوزيام ميتو وين؟ جايب ولد احمد مساء الخير عم العربي خيرين يا ولد عم العربي او كيفك عم العربي؟ رحمة والله لا توحشني الله يسلمك امن يا عم العربي من كل هذا ده لا تفكر عليك الزهرة الله يرحمها مسكينة والله لما كنت تجي هنا تصيب كل خير الطاقة تصيبها معقدة هذا مبسس هذا امين هذا مطلوع هذا احسن للحر كل شيء والله لا كل شيء والله من غير حتى حكينا معاه مطعم كانت حنينه مسكينه والله حنينه والله لا تغني من قوت اللي حنينه كبرنا لها القمر درنا فيه ربعه على ربعه هلا كل شيء جاتوا معاها الطواسي السلايف المواعي عارف حبوب الفحلة بيت الحجار ما يسهل يا حاجة وجاي ضغط تبدري في هنا نولي يا ابن عم ايش قد تبغيني والله ايش قد تبغيني ما يرحمها راح يطلق معاها يا حاجة شوفي شوية زعفان عمي لا خليني اللي دارها فيا بويك ما يزيد من تو بويك غير بويك اللي كان هنا عاصفة انا متفاهمين بنتلاقاو عندك علاه؟ انا متوالدي نتلاقاو عندك ايه علاك تلقاو عندي لبيري؟ لا غير خير ايش فكاين؟ احنا رانا جايين نلمو ايه جايين نلمو يا حوجي وانتم واش تعرفوا نديروا؟ تلمو غير تلمو جايين من حق ربي ولا خاص يجيب لي ولدها من غير؟ خاوتي يهديكم ربي بعد ولي ياوي علاه ناقص علي حق ربي؟ يا ولد خلها لي بالي حق ربي ما حق ربي وين جاي لي ياوي؟ يا عمي راه حق ربي راه واجب عمي راه حق ربي راه واجب لازم تخرج حق ربي إيه ربي يبارك لك اللي عنده انا ما عنديش ما عندكش عمي العربي اما شوف ترى اما ما عندكش يا ربي راه فاتح صح درك بويك مسكين ماهوش قاري وما يعرفش وجاهل وما يلاقي فرحة ان شاء الله داخل الرجعة مخبر لك قاري وتعرف و خمس بقرات خرجاني من حق ربي شنو يا عمي العربي؟ يا غبي الاثنين خمس بقر ايه مشي 50 بقرة تاع سوي تاع عمي العربي يا و 500 راس تاع غنم عندك ابني الحالة تاع البطاطا اللي تدخل فيهم 20 خذ لي قوة اللي تعطيهم لك الدولة يا عمي العربي اشكر ربي خلاص وزرمتك انت اللي راك الضب داير عينك فيهم من تعشوا هي ويكم تجيه كم الهدا اسمع يا محمد هنا وتبلع الدوشي تاع حق ربي شجبك عمي العربي قبل ما نقول لك الشجابي وي انا سمعت برا من عند اصحابي قالوا لي بلي ولي عمك كان يقول الشعر بس صاحب ها قالوا لي عمك
كان يقول الشعر كاين منها بكري واه قالوا لي ما نضرب في الجماعة هكا وخطر على خطرة يتلقى سكيتة عشرة بكري بي كانت لي مزينة هي كانت لي مزينة وحدة صح انا قال ما سمعتك ايه ما سمعتش قال يقول الشعر خلص خلص ما عليش نخلصك بس والله والله الا خلصت ربي يسمع واه شوف نحكي لك واحد الحكاية بكري فيش ما بكري ياه واه يا لطة يا لطة كنا واحد صغير وكنا نقراو في الجامع وانا قاعد كهرول وهذا الطفل صاحبي كان يقعد قدام وقابل الشيخ كيما كان بعد يقول على بالك كان كنقول له حنظل راهي جاي في الفيرا كيما كان هذاك تاع منظر والله بالرياضة خبر كان مع الشيخ محمد كان يقدر اه جامع بكري يا سي محمد بكري كرواز محمد بلا طاي كرواز طاي طاي دو مطوي كان ويا طاف يا محمد ويقابلني شيخ ويخسر كيما كان صارني صايب ديتني نعش ارواح ايدي ايدي ارواح جيت عنده قابلته واه شيخ قال لي يا خويا قالوا لي بلي راك تقول الهضره اللي المنمقه والمزمقه ياس كان شيخ الله غير قال لي اي يقول يا شيخ قول قول قلت والله لا قول نقول له شي كلمه ما داكش الشعر اللي كنت نقول له بكري راك باغي تسمع خلص اودي خلصك عمي اي دخلت جنينة الدلاع أتحتل من؟ لما كم؟ ايه انت يا هلا هذه الفريكا كارباكاسيون دي مرة دخلت جنينة الدلاع أتحتل خوفا أن يحكمني العساس قال فرد سرواني حملت شكارتي على ظهري ودخلت الجنينة حبة حبة رأيت الدلع برقشت العينين عمرت شكارتي بالدلع حملت شكارتي على ظهري وأنا خارج من البحيرة سمعت تصفيرة العساس فضرب النحى سمعت تصفيرة العساس فضربت النحى هي ولما ضربت النحى أرسل علي مطرق صويتي فعيبني أرسل علي مطرق صويتي ما دار معاه هو جاي طيب عيبني تفركت الدلاع راح النهار وقف على رأسي وهو يقول أتقبل الدلاع قدام عيني وأنا أشوف والله لولا حشمتي من خالتي خيرا لبكلتك وقفت ورددت عليه لا ترفع علي صوتك الجارح كلنا أولاد تسعة تقبشوني أقبش أعذوني أعذو خزر فيا الشيخ وقال لي يا حار شبك بيتك وش يا محمد ادخل جيك كربا روح للحيط كيما تاع الروما تاع بكري يا اخي ما فينا محمد وعلى مسك الزيتون وين سكت هيا سي محمد خبرني جوج جابك لا وين بقى هذوك بيتك وين بيتك وين بيتك وين بيتك وين بيتك ما في الحق والله لا سمعتك وما سمعتكش يا عمي العربي. يا ودي خبرني اش تجابك؟ هو هذا شعر وراك تقول فيه يا عمي العربي. انت بروحك ما خلعتني كاع خلعتني. يا ودي بروحك ما بيجي دراهمك راك باغي تدير صاحب الاول. عمي العربي. وين؟ في الحق بي كان ما يهدر معك في وحده القضيه. الله يسهل. ها بصح هو موش هنا وتفاهمنا بان تلاقاو عندك. هدر انت في بلاصتو معليش. اما جاي تخلو الصغار في هدرة الكبار. يا ودي غير هدر انت يا حاج لي بوي كبير. نهضر انا معليش هضر يهضر خي يهضر امي العربي وي بي ايه جابوه جاه عندك ها بي جابوه جاه عندك جابوه جاه واه جابوه جاه واه سبع عنوان تعفيف هند جابوه جاه واه جابوه جاه عندك جابوه جاه جابوه جاه من عندي مالك امي العربي انت ايه وبوي كيت فهمتي على راسي بيكورتيني حييني شكرا يا عمي غالي
فبوليك عطيه عطيه ما لك من عرضين عطيه شوف عطيه قال جابو جا سيدي جابو جا عليها قلت لك ربي بعده جاه عندك بيطر معك في واحد القضية كيف أنا جاي نقول لك أنا عمي العرض عمي العرض وي أنا استعرف عليك سوكو موتير شي سوكو موتير دوت عليك دوت عليك ايه اما لو راح خبر كويسه عندك وش تبع لا راجل ولد فاميليا ومشق امه والمرحومه تبغيه وقد هلا فيه وهذا الزمن والمقنع هذا ايش عندك يا اما لك اي واحد انسان كيما انا ولا خير مني ما شاء الله يا سيدي راه قاصد باب الخير الله يسهل راه قاصد باب لا غادي داير باب الفريق يا وراه يخطب والله يسهل شرح لي مين راه يخطب بنتك وبدك انت شرح لي مين يا بنتك عمي العربي انت بدك انت عارف ساكن يا بنتك انت بنتك امي بنتك 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 واه بنتك ولا راك ناسي بلي عندك بنت اوه حي قرات راسي لا اله الا الله محمد رسول الله اوه حي وفرتك راهي كبيره ديك الحلوفه شي تاعك الدراهم وما يدير هو والله ما راه عندك عمرك ديك الحلوفه شي والثالثة وهذيك اللي فوقها الهوم وشدنا لها الخبيشات وشرحات وطرقات وهذيك المحوارة والحكورة كادوك الأمور حتى وصلت الصحراء يا عمي العربي هذه بنتك أنت مسؤول عليها وهي مسؤولة منك علاش باش يشوفها واقي راك حاسبني راني نحاسب في بنتي أو وراني نحاسب في مي غادي يدي بنتي خبرني يا سيدي وسيد هذا اللي بايد المخلوقة خدام خدام الله يبارك يا سيدي وش يخدم؟ يخدم والله لا خدام ايه ما شاء الله سيدي وش يخدم تو؟ خدام وعنده كارنيتشات هذي حضر امسك والله لا عندك في حضر فيها تشاك تشاك هذا في اللي اي خبرني شو يخدم؟ يخدم خدمته يخدم نعم نعم ياهي خدمته يخدم ديك اللي سياسيت بغير فينا صوتي الله اكبر الله اكبر يخدم ديك اللي سياسيت بغير فينا صوتي هذا اللي بيخدم واه ديك اللي يخش يشوف عليه اخلط عشرة كانوا ثلاثة عليه الشكل هذا ماشي شاب واحد هذا كذا العيشة كيكي با 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 هارو جلاتي محمد تحس بلي يودين لذا تعني شاب شاب لا صفي شاب وخباصة قوي في السيارة وانا حسن وزير 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 وكما تحبش يسير وزير 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 تقول لنا وزير 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 ايه وشتي هذي تعني جي جي ماما ماما جي 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 العربية تيكني سياسي باريان في لاسونتيا لا تاحت حوسها لي أطعاف يخلط أشرك ومن يجو عمومها وخوالها من هي نشتاقوا لهم قول لهم تيكني سياسي باريان روح عنده وهمها لهم هذي شتي يخدم بالعربية بالعربية ايه حوسا لي بالعربية بالعربية فرملي فورماتاج كومبلي هذه تاع منيا مي ما اسمعني صح على الاقل على الاقل العامي العربي ايه روح شاور الطفله هيا قادر روحك ايه هلا قادر روحك بنعود هذاك وش فيك تشق الكره فوق هذه حياتها روح شاور يا سيدي هلا معي ربي
عايزين نحضروه وكل ده عندنا حتى شبعت ربو اللي ده روح شيء وري هذا ما بخانا رو بيقولوا شيء وهم اللي يزوجوا يا اسمع هذه خيمة عمك تسير فيها الملح جيبوا لك كاس قهوة تشرب تقدم بطري أنا إني أنا نزوج بنتي ما يزوني يا ريعتو هنا نوريك مش خير تعبتو ايه عبد الذر هذا وانا بليه كاس قهوة كنا من جدك ابو حدقا لا اله الا الله محمد رسول الله ما شيتش ابن ادم مزير كيما هو يعبد الطول انا من الاولى قلت لك ابراهيم ما يقبل انا عيط له شيء ورا ابراهيم يا ودي ما في السج ما ورا انا عمي ونعرفه كيداير انا في الديبي قلت لك اللي ما يقبلش ما يقبلش ها اسمعني ابراهيم ما تقلقش اسمعني شوف كنت تعليا قرانا كيما يقول لك نقصنا حاجة كبيرة هاودي ساعدني ابراهيم ساعدني البس شدة شابة وارواح وكيما تفهم يا ودي زير قلبك ما تخافش هذا عمي نعرفه ما تخاف ما تخاف دير كيما قلت لك وصاي ما يكون غير خير ساعدني هاي هاي كيما قلت لك البس شدة شابة وارواح كيما تفهمنا يا ما تسلم الا منا هيا من بعد تلاقاو يا عليك وين يضربك؟ جيبي فون 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 جيبي جيبي وين عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم سم لك حلو ربي موش ما تبينه هذه تشد لنا من الخبيش هذه ما تبينه هيا بولي عبد الذر معايا جايني بولي هلوم لقال لي حق ربي ما حق ربي والجامع وتتتي اللي صابها باللي ما كلاش وعرفوا باللي ما يدوا من عندي ولو سيب ولده شو تعرف عليا عندي واحد صاحبي ما حاولش مسكين يستفيد هيا قال لك انا شنو شو شنو شو شو دي 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 بابا سم اللي يتلمكم ان شاء الله البنيه اذا ما دوم اللي بويه هبلوا يولدوا من الطبيعه ولو من يوم تشوف الى 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 ساي ما عليك شرب قهوة مو قاعد في داخل سلامي سلامي استاذ 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 فتح لنا الكادر رمى سلامي تفضل تفضل مام خير خيتي حمدي هنا بسم الله الرحمن الرحيم والله الا راكم مغبنا سي العربي راكم مغبنا وما على بالكمش لا مي بزاف والله خبطني كي راكم طالقين تعيشوا هنايا هادي واحد وجه العوان وبغى يفهموا والله يا بك الدنيا الله راهي تمشي مع الحيطان والله ما بغاو يقعدوا معنا ولا لو يقعدوا معنا في الحوش راح وديجا نقول لك حاجه والله باينه باللي ما كنت ناكل عليه في طاقي يا حشره وبقاو وقعدوا ابغيلوا البارحه واحد بدا داير تحت الخدام نط صباح لله والله وذو العلم كوجي راح كلاس وجيوي سلامي بس ما نطولش في الحديث نعرفك بنفسي ايه يا سيدي سي هشام مرحبا بك سي هباش الله يحفظك المهم كيما يقول لك هشام اون دافير ها شغل اون دافير كيما بحال شغل كيما يقول لك رجل اعمال رجل اعمال انا رجل الزهره صحيح المهم كيما يقول لك عندي لي بروجي بارتو كيما عندي كيما يقول لك المشاريع في كل بلاصه صح الخير عندي في البلاد خارج البلاد نجيب السلعه نبيع السلعه الدراهم يدور الدراهم يدور 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 الدراهم يدور يدور يا جماعه نعطيك اكزومبل بالمدينه هذه السلعه اللي تدخل البلاد كيما الطوماطيس القهوه السكر الحمص الرز هادو انا قاعد ندخلهم البلاد خويا الله يكثر خيرك اسمع ونزيدك حاجه المارغارين الدهن لكم ديروه في الخبز وكاع شكون اللي راه يجيبها انا اللي دخل على البلاد قول والله الله عليها اصبح للدهنين ندهنه في الكشره وناكل نستبنك الله يحفظك ونزيدك حاجه وين نعطيك هذه وما نزيدكش واه
كيما هذا البني كيما هذا الليسي اللي راهم باينينه كيما هذو اللي باطي مولا محدد هنايا هذوك انا بنيتهم هذه والله تبان ولد فاميليا داز ونعطيك الثاني اي روح هذه الطريق سخر وقصدتها خسرت كاع ودير تعطيك فرح فرح راهم بيحاولوا فيا قالوا لي عاودها لنا بلاد اندوسا صافي كاع هذا راسي محمد عاودها لهم بسارسين دور يا محمد عاودها لهم هاني قال لك شوف ولد حاجه تخدمها بسارسين دور ربع ساعة بيش افتدى امورك في مزرعة ما خبرك يا محمد دي والله ادرع كيف اقول لك الحمد لله ربي راه فاتحها يا ودي الله يبارك ادرع بكينين ما يزاق الله يسافر حاسي المولا ما نحكي لك والله ما نحكي لك الله يبارك الله يبارك اسمح لي سي الحاج دقيقة اسمح لي دقيقة وما يعيطوني على راحتك انا وي واه جمال جمال الا بغيت ربي برك راني متبهدل جمال قلت لك اعطيها الدراهم سي اعطيها الدراهم هيا باش تدراهم عاود الدراهم الدراهم اللي عطيه عطيه دراهم واش حل الخبز واعطيه اعمل لك حل خرفه فر 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 جمال ما تضليش تهبل فيا سبحان الله العظيم ديجا الخدمه راهي جمال قلت لك عطيه سعره عطيها سعره قلت لك عطيه 600 مليون درهم شتو الحاج؟ ها؟ شتو الدقيقة؟ ها؟ انت مرة كبيرة، انت تجيب روحك لحضرة الوي قال لك عطيك روحك الوي اوووو فاتي اهلا فاتي كي راك يدير يا فاتي؟ معليش كي بروما لاباس صافا الرحمة لي زونفا لي فونفا لي رزرز لي باي باي لا والله لا غاية والله لا فرق ربيع راني مليح شوفي والله لا لقيت شوف عندي واحد الدجور راني بخاف من الطرق يا ودي مزيا جاية قريبة راهي هنا حنا مبيض واه فوت من الدجور تما بايش باش نروبوزي شوية ما نروبوزيش وصافي عيانة مغرسة ولا حياة لا ما تعرفش ترتاح يا ودي لا والله ماني ناسي فاتي راكي على راني فاشل تاع بنتك يا قلت لك مرسيدس يا مرسيدس ربي مرسيدس كاع شداي وكاع شداي مرسيدس في عام هادي شداي هاي قالك مرسيدس في عام شوفي شوفي نعطيك التالية نديرو لها مرسيدس في لانيفرسال تاعها ومن تربح البر نزيدو نعوضو وحدة ونهار لي تزوج نعطو جد هالمزيان علي ما تتقال القيمة والو والله ما راكي في بالي شا ولا ما قعدتش هادو ليا بعد فاتي دقيقة ما تدقيش اختي شوف دقيقة دقيقة فاتي شتي الحاج الحاج فاتي جمال فاتي حرمة الوي وي واردوان شاولا وما تحاولنيش تحاول ما تقول لي لا وليداتي لا ني مولا مولا نعرف كاع عندنا انا في الخدمه ما نعرفش خويا ما نعرفش صحيح برا راك حابس راك حابس صحيح مارغاري هذا التليفون الحال واه ديجا عربي يهضروك عربي التلفزيون يدي صاي صاي طاح طاح ريح طاح طاح دوبا طاح نقسم لك بالله عليهم مزيان نقول لك حاجه سي الحاج نقسم لك بالله لا سمعني بولو غادي يجيبو الساعة ولا يدفع لي هذا المبلغ نقسم لك بالله لا الدراهم كرهنا منها الدراهم كرهت منها كان الدراهم كرهوا مني بالعمي الواحد من اللي ينوض هو الدراهم 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 ما صرتو وين نديرهم وانت علاه تنوض حط راسك قول قداش رانا هناك على العظيم المهم سي الحاج دخلت في صوالح تاع الخدمة وكاع معليش أنا نجي كاع على حاجة واحدة أخرى يا حام والله العظيم أي روح شوف شو نبدا في القصة من الأولى بسم الله كيما يقول لك أنا عندي الشمالية تاعي مال كانت مريضة هذو الأيامات الله يخليها درت لها أوبيراسيون في واحد الكلينيك بريفي لهنايا صح صح الشمالية ضربت 10 أيام تما في لوبيطال هذا الكلينيك قالت لي واحد الشيرة تما في رملية
قامت بيا كاع اشتكي. لا بلاد الحلال باين. قالت لي والله. ايه. قالت لي كون جبت وحده بالكرسي ما تقولش بيا كيما قامت بيا ديك البنت. الله يبارك اسيدي ما شاء الله راهي تلاقت مع كيما قلت. والشيبانية عجبتها. ايه. وقالت لي والله يا ابراهيم ودعوت الشرف. والله ولد تزوج بامراه ما غير هذه الطفله ما كنت ما نعرفها. وعياك. وانا ما نبغيش نزعفها. وعياك نزعفوا بنتك. ما نبغيش نزعفها. ربي ماشي معاها امك هذاك دي هذه وما شافت فيها دعوة الخير وبنينه زينان قاعده تقول شديها. علاش؟ الحاج. وي. وقيل مازال ما فهمتنيش. لا لا. يا اخي عندك بنتك تخدم في الكلينيك ولا ما على باليش وقيل كيما مانيش غلط. عندك بنتك في المليار. واه واه. هاي والله ما نهضروا عليها زي الحاج. هذيك اللي قالت لي عليها الشيبانيه. يا ها. ايا قلت ان شاء الله نجوا نخطبوا الى بغيتوا تعطونا ان شاء الله. يا حاج شكون اللي بغى اللي ما يعنيك؟ وين راه الفرد اللي ما يعنيك؟ وزيد بزياده سي الحاج. ايوا. باه ذهب الضايع. ايه. انا الشيبالي عندي متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. هذيك هي قلت انا ندي بنتك نرعاها وانا نرعى موت. الحاج والله راه كي تغلط الحاج. يا ولدي هذه حاجه من حاضر عمرك شنو تقول؟ ماشي هذه حاجه لها عرض الفرحه. على الفرحه الفرحه من تقول تفوت حدها كاع. محمد اموال سي الحاج. وي وي. كيما يقول لك ان شاء الله كيما يقول لك الا كتب ربي بيناتنا مسويه. ان شاء الله. انا واحد كيما يقول لك واحد العشر ايام سيمانه بلا ما ريحه الشيبان شويه ونجوا نخطبوا ان شاء الله. يا حاج ودي راك فينا. لا. حنا نديروا الواجب سي الحاج. نجوا نخطبوا ونفتحوا ونديروا الشرع ان شاء الله. ان شاء الله. وسهلوا على ربي شاب. الله يسهل الله يسهل يا وليدي شاب. شتي يا سي الحاج؟ واه. انا من جد دخلت روك للسكنه الحطه كاع ما عجبتنيش. يا حرام. انا غدوا نجيب ضيافي وحبابي وفاميلتي ناس واصلين وبدراهمهم. واه واه. غدوا من نجيبهم عندك انا يضحكوا علي سي الحاج. ماذا بك نقي شويه. بدل بلافون دير لا توصل. وجات عليا. يا ولدي انا عليا والله من وانا نقي بنت نسق ما هذا اصبر علي مليح. هذا تاع دراهم. يا ولدي ما يجيك. ايه ساعه ساعه دراهم سهلين. كيف انت قول لي كيما يقول لك شحال يقومك مصروف باش تعاود وتصرف شويه بريكول هذا شحال يقومك دراهم؟ حتى نشد من الحياه. واه شحال يقول لك دراهم؟ الى قلنا الى قلنا ايه هذه اللي قلها شحال الحاج؟ شوف واحد يقول واحد لا الى قلنا الى سي الحاج هذه اللي قلها شحال دراهم؟ حما انا ما سمعك هكا تحلف فيا شوف 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 ما غادي نحاجك ما والو غادي نسيب لك كيما يقول لك الدراهم مع الشوفير وهو يدبر راسك شحال؟ شوف غادي نسيب لك 500 مليون صافا اكبر شيء عندي وعند الجواري كاع نسيب لك ان شاء الله 500 ما بابك نقي لي فيها كاع 10 ايام ولا والله اللي نقول لك تشوف فيها وجهك سي محمد ومين يجوا غاشين داخلين ونلقاهم بسليب نتاع الطعام اجي هذاك ارجع سيدي سي الحاج نتفاهموا من دور انا لا فامي تاعي وحبابي ما ياكلوش الطعام اه المصران فيهم المصران ماذا بك قلشهم شوية اه صح الله شيويو الله شيويو اه الله شيويو تبغي ال او دعم سي الحاج ما شوف 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 اي عفوا تعطى اي غادي نسيب الخويزيني تاعي صح انت كيما يقول لك ما تخممش كاع في المادلة هادي فاني بريك نسيبه هو مع السلعة الفرقة معمرة هو يدبر راسه يطيب انت كيما يقول لك الماكله يلحق راسك هذه هي الخضره النقل السكنه النقل الاشطوبات اللي حنا كاع سي الحاج تفهمنا هو سي سي الحاج ابي نقول في لما الله يجعلها شويه ان شاء الله سيمانه 10 ايام ماكسيموم نجيب سيمانيه ونجي يا الله يحفظك يا وليدي والله يحفظك سي الحاج والله لا ريح الله يحفظك والله تقول لنا عمرك عندي مده الله يستر والله العظيم والله لا كلوا بعض بعضها والله نجيب فريعة عند بعضها ها هي الله يحفظك سي الحاج هيا ان شاء الله واحد 10 ايام سيمانه ان شاء الله الله يحفظك سي الحاج بخير ان شاء الله الله يجعلها شويه زينه ان شاء الله ان شاء الله حبيبي الله يجعلها شوف يا سيدي هذيك ام محمد من جيب الحليب من بسم الله بعد العصر عندنا النوم العربي وي هذا المغرض اللي كان عندك نبنه هذا المريض اللي كان عندك نبنه لا هذا جاي يدير زيميزير سيدي زيميزير تاع الباب زيميزير واه ما يصير كم زيميزير تاع الباب والباب ما فيه لا لا راه في والو في راك فيه نجاره مخدوم تصدع على بيتي خاطرك على خاطرك خاطرك تروي تعيط لك عاد كيف يجي عاد لك لا زيميزير راك شارب هو خاطيك شي درها تبك تهضر على بالي تراك جاي على جال صباح اي ها سبحان الله خي وجد عاودي شان وجد روح اسمعني باه تعرف روح الجماعه اللي عندك في الليسته صح واللي عندي
جماعة حق ربي إيه؟ ماشي الخميس هذا الخميس الاخر ربي ان شاء الله راه بدا يبد راهم على داير مليم والجماعة نسلكوه ونسلكوه ان شاء الله والله يسهل الله يا ربي يسهل هاكا ماشي الخميس هذا الخميس الاخر ربي المدة بالعمومية يقولوا كان يكون هذا فلان الله يبارك سبحان الله العظيم خلوها الخميس الاخر انا تخلف ها بلا ما فاتي بلا ما البابور تاع المكان هذه ماذا؟ وانا خاطيك ولا المهم انت كيما نقولوا حنا بالخميس الاخر ان شاء الله اللي غتكون يعني كبريفل فاهمين نلقى الغاشي توعي ونقول لهم اليوم يا جماعه هذا هو خويا بين عليه حق ربي جماعه قول الله يسهل هيا نبداو يدوكو قرا البيت عام وحق ربي هذا عمي العمي وي وي ها حلا شكون هذا من؟ ها الخفة يا حبيبي هذا ولدك هذا وليدي كرسي هنا عارف هذا ادخل يا وليدي ادخل مالك انا كنت تجي تسلم عليا تعود بين بين مالك مالك صباح الخير امي صباح الخير مالك ما وصلت هنا ب 66 كيش بابوي علاه الحية كاع راهي مسلك لبرا بسم الله الرحمن الرحيم لا بوليس السكرية جدارمية عاد ما علاه قال لك اكبر مهرب للكوكايين والهيروين راه هنا في هذا البلاصه اي ها صح وصح راهم يتبعوا فيه بصاتي لي عبد الله يسهل عليه ويقلبوا عليه يقول لك علاش تصور تاعك راه معلقين برا يا حار لي ميديا يهضروا عليه لي جورنو كاع كاع شوف اش فني وهذا راه مصورينه وراه مصورينه تصويره راهم برا وانت شفته شفته كي داير هذا السيد وهذا الانسان سمين اها لابس قمه حمراء وكحله هكا كاسكيطه كحله مواطن كحلي بونتاكور باز عاود وهاد الانسان سمين مدحدح في هذا البلاد لابس قمته حمراء وكحله كاسكيطه نوار لينا نوار بونتاكور باز والله لا كان هكا ها تاع سمين سير هادي لا 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 من حضر والله هذا كان عندك يا ابوي لابس واحد قمته كحله وحمراء وكاسكيطه كحله والله هذا كان عندك انا خرب ربي يا وقلت لك شخصيتك على السيد قلت لي تاع السني زين لا 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 لك هذا يا خالد وهذا كنت عمك ضلي هذا اكبر مهرب من الكوكايين والهيروين يكون الهيروين شاهدين المخدرات هذه شوف الا جاو جدارمية داوك عرف كي تقول وعرف كي تقول واش جدارمية بالكلاب بالكلاب اللي ياكلوك يا اللي ما يخلوش فيك حتى حضر ما وليدي دا من فوق دا من خرجة شوف الا جاو داوك عند الوكيل عرف كي تحضر واه لا ولدي انا خطيب شوف عوم بحرك دبر راسك صحيح انت تقدر تهضر انت يا ربي عندي نبوي غير صحيح تفضل ابي صح صح صحيح سبحان الله صحيح انت مو هكا انت مخلوق صحيح صحيح صح مالك صحيح صحيح هاي هرمي عند الوكيل ما عم كذا ويشخصيك ويقول لك هكا بيع الناس شوف عارف كيف تكذب وسعيد جبت مثلا انا جوج ها وهذا العرب هذا جوج لا جي عليه رئيس المحكمة ويا وعرف كيف تهضر معاه سما انت هذا واه رئيس المحكمة هذا انا رئيس المحكمة واه وهذا العرف هذا العرف
وانت عارف كيف تحضر يا حبيبي شات هذا الرعب هاي بعد وصف على فيسبوك هو صح محكمة يا محمد بدري هذا بدري يا بخير راح وجد غناء على حاجة مبلغة أو كيف تقول محكمة تروح تحضر بدري أو ده وش نقول لي الله يرحمه عاود عاود محكمة العبي بده يحكي بلقع واخو يا عمر ثاني واحد يقول له هو يا سيدي قاضي حضرات المستشارين ان هذا المجرم المادي سيدي القاضي حضرات المستشارين ان هذا المتهم الماثل امامكم قد اقترف ذنبا يندى له جبين البشريه حيث انه تستر على اكبر مجرم ومهرب للكوكايين في العالم لذا نطلب من سيادتكم تطبيق عليه اقصى العقوبات الا وهي الاعدام شنقا يحيى العدل يحيى العدل الحمد لله يا ربي وبدي هادو دراهم من هادي المقارين هادي طريق ما يصنعها هادي الحكومة هادي معلش انا حتى دراهم يا ودي انا شوف سيدي قلت لي والله سيدي والله ودي انت يسمح الله يا لو كان يجيني خطا قبل الخميس ويجيني على الطفلة والله غير هادي ولا ولا مالك ابدا جي 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 بدي جي انا موجود بوي انا بك شايف ترى يهضر على ابراهيم ابراهيم وكا هضر معاك وا انت تهضر معاك اما لا لا بك بوي اش قال لك قال لك انا نعطي لبنتي بيبي بدي وقف على راسي يا خلاص قلت لك انا نعطي بنتي الفرملية والله ما بغا يعطيها لها بوي يا خبر بوي وصاحبي جاب وحده والفرملية ما بغاش نعطيها له وليت هذه ما تعرف هو ده غير ركوب مازال الحاله سيدي ها واحد يا ودام ما هو راح يشوف من جهه واحده اخرى يا حاج واحد يقولها سيدي وقلت له هاي هاجي طلع على بال معي كل سبحان الله هاي طوا سيدي ما نعرف نمشي لك واحد بكا ها روح يا باسي باسي لا باسي فيها ركبتها اسمع هاي 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 هذه الشورى هاي انا عجبت الشوفي اللي لقاها الريزورا هاي ها هو اللي بدك تعمل بدك عايز تعمل يعني صحيح صحيح راي سوني ايه وين راي يا اخويا وين راي بالصحة قول والله مالك انا ما كاش منها بديك بالصحة صاي خطبوا الزوج وراه عنده الفتره اللي وقيل على حساب لا 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 وكا درنا على ربي يا درنا لا 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 الو 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 ابراهيم
واه لا 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 انا نهضر معك انا نقول واه واه لا ما كانت مشكل انا عمك انا ندبر راسك رجع عمك للدار وروح شو عندك واه راني عند عمك العرض الحمد لله واه الحمد لله هاي هيا تعال وي ها وي ها وي ها وي ها وي ياكلك الحمد لله خرجت سلامة الناس اي خويا وراي بها الناس اه خويا اللحية يا حمام يا هذا الطفل بغيت تعطيها له ولا لا ما شخصي وهذا الطفل صاحبي بيت وجبل يا حاجه سيدي كيما ربيتها ما تربيتي ايوا كيما خاطر الله يبارك مسك باش تلمها بالحق باش ما تبان بويا هو طيب يا حاجه تخطب بالخمس عاريك واش عرفت ولا حاجه باش نحييك هاي طب راهي بعيد واه ادخل لابراهيم ادخل حب حب شوف هذا انا شوف هو 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 الخطاب خطاب جاء جل خان جل خطاب هذا هو هي جل خطاب انا هذا اخبار هذا يا حب جاوبك كاش قاعد يسلم على الزيمه يا ابو ياكل عمي عوض نقسم لك بالله اللي زعفان منه انا جيت نخطبها في الطفله ما بغاش يعطيها لا 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 الشمالية ما تبكي أخوتي أنا أقول لك ما تبكي ما تبكي أخوتي شو أقول لك الله يحفظك العيني اللي يقول لك الله العظيم شو تعمل تعمل كده شو هو ابن إبراهيم إلا ذاك العاطلة اللي ما تبكي الطفلة هذه بنت خويا وأنا مسؤول عليها أيوة سيدي والمهر تاعك عليا أي هاي الحمد لله سبحان الله العظيم جنان هذا روحي هاي سما الشمالية الجاية جيب الشمالية الخميس بإذن الله إن شاء الله نجيب بكرة واحد أخر عمل عاود ناحي سيبك تهنا انا نيتنا ما حكيت وراي ما يقول لك بها صحيح صحيح ولدي راه في المنطقه ولدي اي الله يحفظك عمي عاود شكرا الله يسهلك صحيح اي الله يسهل ولدي الله يجعلها زوية زينة انا خليك وسي بيش على شباب انا خليك وسي بيش على شباب ها بيه مالك مالك باش يكل هذا المخلوق هذاك اللي ماهيش حاسه كاني شايفه مقبل هكا ولا حاجه هذاك هو تاع المانغالي ما كان لا مانغالي لا كوني لا تتنيا لا بوليس والله ما سوى كوني ما درناها سيبتي في العلماء هذاك اللي قاعد تقول كل شيء خطار قلت انا من ذهب فرملي ومن لبسناه لكم وطقناه مني مولا راه ما عطيتها الطفل وما تعرفوش هكا تقولوا عامل لعامل عاودي عاودي والله لا الشيطان عماني عاودي عاودي كذب عليك ولا حاجه ها والله غالب ها ولدي وانت تقول وقفت معايا من الصغر وما سمحت فيا وخليني هكا لك بصنق نطايش حتى وليت نجي نجمع مع الغاشي يعبدوا دراهم حتى وليت كيما هما ما يحفظوا يشتغلوا. سبحان الله سبحان الله الشيبان الله ربنا سبحان الله الخير نقعدوا الخير تاعنا سبحان الله. تو لك عندنا اول مره نزيد لك حاجه واحده اخرى توبه لله ايوه هكا توبه لله يا ربي تغفر لنا في ذلنا يا ربي تغفر لنا في ذلنا يا ربي شوف ربي بربي ان شاء الله الضرهم تاع هذوك تاع حقربي تاوعك عليا والضرهم تاع حقربي تاوعي عليا ونزيد نكملك الدنيا الجماعه نقوم هكا شوف نجيب له الزرافه صاير طواسي الجراق نسكب له ذوك الشتيكه في الخضار هذوك الكباتيسيان شوف هذوك اللي جوار تاع تريستيف جيب لهم ولا كاع بصح شايله كاين واحد القضيه تدبر راسك فيها طيب هضرنا مع الامام مالك راني مش عارف منك راني ندير ونفتح له كاع في بال الخير سيد هو كما قال لك ونديرها ولد ان شاء الله ونستعرض بعض شرط عندي شرط اللي هو نعرفوا كاع جماعه المقادم ان شاء الله يجوا كاع يجوا حاضرين ان شاء الله في العشاء كاع ان شاء الله يحضروا ياك الحاج محمد تعلم اني راني كاع ان شاء الله هذا الوجوه الزينه اللي راهي هنا كاع ان شاء الله تكون شرطه وندير لكم فيها واحد الزرده زينه ان شاء الله مقيومه من كل شيء خاصه من عند خويا هاي السلام عليكم وصحة عليكم وطلبوا معكم السلام عليكم